الشهيد البطل محمد الطباخ، مدينة دوما، 25/11/2012. تم اعتقال الشهيد على حاجز المواصلات في مدينة حلستا بتاريخ 28/6/2012 مع مجموعة من عائلته. تم الإفراج عن العائلة وبقي لدى الجيش والأمن السوري. تم تسليمه لذويه اليوم 25/11/2012 من مشفى المواساة، المشفى المجتهد. تم نشر صورة له بتاريخ 28/8 على الجريدة الرسمية لتعرف أهله عليه، ولم يتم التعرف عليه إلى الآن، وبقي محفوظا في براد المشفى حتى تاريخه. آثار التعذيب ظاهرة على الجسد من استخدام المثاقب على المفاصل كما هي عادة الأمن السوري دائما. هذه صورة، وهذا وجه القدم. طبعا الجسم متيبس لفترة الوفاة الطويلة والتي لم يتم تسليم الجثة إلى أصحابها أهل الشهيد. تم يقول أهله لقد تم نقله إلى مشفى المجتهد للعلاج من أثر التعذيب، ولكن سرعان ما فارق الحياة. هذا هو نهج النظام الأسدي في تعذيب الناس. هذا الشاب لم يكن ناشطا في المظاهرات ولم يكن مسلحا، بل كان يحمل هوية من مدينة دوما. كل إنسان يحمل هوية من مدينة دوما يتم قتله مباشرة ميدانيا دون رأفة أو رحمة، فقط لأنها مدينة أرادت الحرية، فقط لأنها مدينة طلبت النصر على الأسد وتدمير النظام الطاغي. الشهيد البطل محمد الطباخ.